شو صار؟ تركت كرة السلة؟ لا، عم اتدرب مشان واجهك. برأيي بلا ما تخاطر زيادة وبلا لك هالحركات يلي مانك قدها، هيك أفضل لك. بالله شو، بس أنا عم شوفك إنك كتير مثالية. إذا في بطولة لكرة سلة الزبالة كنت أخذت كل الميداليات بكل جدارة. منيح، نتنافس شي يوم. على الأغلب أنت عندك كتير وقت فاضي، بس أنا مو كتير فاضية، لهذا السبب روح لاقي شي حدا تاني تلعب معه. أكيد رح لاقيكي بوقت فراغك، أنا عم راقبك. ما في شي اسمه مستحيل بقاموسي، بس القصة بدها شوية وقت. بلا شو؟ إيه مزبوط. جميلة، هذا الولد عم يضايقك شي؟ لا عمي أورهان، بس حكينا شوي. ولا حقير، انت ما رح تبطل وساختك؟ لا تخليني اضربك هلا، يلا روح نلع. اسمع، انا مالي اي علاقة باللي مريته فيه، لا من قريب ولا من بعيد. اذا بدك صدقني او ما تصدقني، لساته عم يحكي لك نلع. الحمد لله على سلامتك. شو الموضوع عمي أورهان؟ مين هالولد؟ ليش عصبت كل هالقد؟ هالحقير هو اللي خلاني انصاب بالشلال. هو يلي غير السلاح؟ ايه هذا هو المجرم. ما قدرنا نثبت هذا الشيء، بس الكل بيعرفوا انه هو. معناتها هالولد مريض نفسي عمي. ايه والله مريض نفسي. طلعي، لا تغامري وخليكي بعيده عنه، ما بتعرفي شو ممكن يعمل. هو لسه ما بيعرفني. شو عملتي؟ هاد مشان يلي عملته بعمي أورهان، ممكن تاكل ضربات تانية، فدير بالك. هالبنت ليش ضربتك وراحت؟ والله ما بعرف، كنا عم نحكي ونحن مبسوطين، بعدين إجا أورهان بيك وتغير كل شي وأنا ما عاد فهمت. لكن كنتوا عم تحكوا مع بعض وأنتوا مبسوطين. إيه وحياة الله، أنا ما عم صدقك يا تولغا. لو سمحت لا تقلي إنه أنت كمان وقعت بحب البنات الشعبيات. ضربتها قوية وبتوجع، تفاجأت منها كتير. مبين إنك متفاجئ. يلا خليني أعزمك على القهوة، بلكي بتروق وبتصحصح. ماشي نشرب. رجلي كتير عم توجعني، هالشريرة ضربتها قوية. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.